رفقي، عايزك تشوف حد من معارفنا في جهاز 6 اكتوبر يجيب قرار حتة الارض دي، يمكن نلاقي ثغرة نعطله بيها المشروع. سهلة، بس خلي بالك بقى، حاجة زي كده ممكن تتعرف وتوصل لباسم. توصل له؟ انا عايزه يعرف اني بحاربه عيني عينك وبعطله مشاريعه. ليه بس كده يا سعد؟ الله، ما كده ممكن يعند، يضرب دماغه في الحيط. لما تتقفل من كل ناحية هيحس ان ادمها نحس ومش جاي من وراها غير المشاكل، يعني يزهق ويسيبها. ولا نفكر لها في كم حاجة نخليها تقول حق برقبتي. الله، معقول يا سعد احنا هنسيب كل الازمات اللي احنا فيها وهنفكر في رشا وباسم؟ باسم ابني، سندي الوحيد جنبك، انا اولى بيه منها ومن اللي خلفوها. انا كل اللي محتاجه من الدنيا انها تصفى لي يومين ثلاثة عشان عقلي كمان يصفى واعرف افكر للمرحلة اللي جاية. ماشي يا سعد، قولي بس انت ايه اللي في دماغك وانا هتصرف. بفكر نعمل اجتماع لمجلس الادارة ونناقش الميزانية ونشوف اوضاع كل شركة ومصنع، يمكن نلاقي حل لمشاكل مصانع لندن. مصانع لندن؟ طب انت عارف يعني لما نعمل اجتماع مجلس ادارة ده معناه ايه؟ معناه ان لازم يبقى اصحاب الشركات والمصانع كلهم موجودين. عارف، عايز اشوف الكل من قريب، احط عيني في عينهم عشان اعرف اجيب اللي في جوفهم. ناصر بيت طيب يا فندم. حليت فضل. صباح الخير يا رضوان. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، شرفت. تفضل. تفضلي. ده ايه ده؟ ده مبلغ هتحطيه في حسابك في البنك وقت تعيني. بس قبل ما تعملي كده بلغي المخزن عندك تستقبل البضاعة اللي جاية من مينا اسكندرية بعد ساعتين. ساعتين ازاي؟ ده لسه قدامها على الاقل 3 ايام عقبال ما تاخد الافراج الصحي، ده غير طبعا الجمارك. ما هو ده كله حصل. حصل ازاي؟ هو انت لازم تشغلي بالك بكل كبيرة وصغيرة في الشغل، ما تقلقيش. الجمارك اتسددت واتخصمت من توتال الشيك اللي معاكي، والافراج الصحي حصل، والشحنة اتحملت وخرجت من المينا من ساعتين، يعني كلها بالكتير قدامها ساعة وتوصل المخازن وتتخزن. ايوه، بس انا قبل ما احط الشيك ده في حسابي انا لازم افهم ده بتاع ايه بالظبط. ده تمن الشحنة اللي هيستلم النهاردة هما تجار القاهرة الكبرى، والباقي هيفضل في المخازن ويتخزن لحد ما تجار بحري وقبل ييجوا بكرة وياخدوا حصصهم. عملت ده بقى كله امتى وازاي؟ ده سر المهنة اللي بيخلي الناس كلها تجري ورايا وتشاركني. قبل ما انسى، وصي بابا عليا شويه، يمكن لما تحكي له على الواجب اللي عملته معاكي ما يكسفنيش في الطلب اللي طلبته منه. ليه كده بس يا بابا؟ في ايه حبيبي، مالك؟ بابا حذر كل شركات المقاولات ومستوردين الحديد والاسمنت من التعامل معايا في مشروع 6 اكتوبر. مش ممكن، مستحيل، ما تصدقش. مين اللي قالك الكلام ده؟ مش مهم مين اللي قال كده، المهم هو عايز مني ايه؟ ده مفيش مكان بيجمعني بيه غير لما بترد منه تقريبا. يفيده بايه بقى ان اشتغل ولا ما اشتغلش بعيد عنه؟ هو من مصلحته انك ترفع الرايه البيضه وترجع لحضنه تاني. انا اسفه، والله ما قصدي اسيء عليه. درجات الغضب عميه. مش انت المقصود، والله ما انت المقصود. المقصود انا جوازتنا مش على هواه، عايزك ترجع له تاني. انا مفيش قوه هتقف قدامي، وهنفذ المشروع ده حتى لو كان اخر مشروع في حياتي. يعجبني اصرارك، وان شاء الله ربنا هيديك الصحه وطول العمر. لازم تقف على رجليك، لازم. لو انت بتحبني بجد اكون بالنسبه لك مصدر ان انت تقف تاني على رجليك وتنجح وتنجح وتنجح. عشان خاطري يا باسم ارجوك، اقول لك دور على الناس اللي سعد بيه ملوش اي علاقه بيهم، وبكده هنقدر نوقف تاني مشروعا على رجليه. انا قلقانه من طموح ماهر. ماشي يا حبيبتي، فعلا معظم المستشفيات دلوقتي بتتحول لنظام الاستثمار الفندقي، حتى المستشفيات الحكوميه بتعمل اجنحه استثماريه. طب والغلابه؟ يا ستي عندك الطوارئ، دور كامل، اخدمي فيه الغلابه والفقراء زي ما انت عايزه. وهنجيب مجهود منين نعمل التطوير ده كله؟ ما حدش طلب منك تشتغل 24 ساعة في اليوم. ذاكري في البيت، اقعدي مع الدالي براحتك، تعالي المستشفى ساعة أو ساعتين في اليوم أو كل يومين حتى.
انا بقى هقعد لك في البيت مع الدالي لحد ما ترجعي وتطمني على الشغل في المستشفى ماشي ازاي. طب وماهر مش ممكن يخلى بينا؟ ما هو عند دكتوراه هو كمان. عندك حق. شوفي احنا نكتب له شرط جزائي في العقد اللي هنعمله معاه بحيث انه يكون مسؤول قدامنا عن تنفيذ التزاماته وما يسيبناش في نص الطريق. انا اسف على المقاطعه بس فاتنا اكلمكم في حاجه ضروريه ومهمه جدا علشان شكل المستشفى في المرحله اللي جايه. خير يا دكتور ماهر؟ هتسيبوا لوجو مجموعه الدالي على المستشفى تحت ولا هتشيلوه؟ لا طبعا هشيله. ليه؟ علشان نفكر من دلوقتي في لوجو واسم جديد يبقى تريد مارك لسلسله المستشفيات اللي هنعملهم بعد كده. مستشفيات؟ مش لما نجهز دي الاول؟ هي الدخله الاولانيه بس اللي بتبقى صعبه يا دكتوره وبعد كده كله هيشتغل بقوه الدفع الذاتي والمشروع هيصرف على نفسه. طيب يا دكتور ماهر ان شاء الله هنتناقش في موضوع اللوجو ده وهنبلغ حضرتك. في حاجه تانية يا دكتور؟ مش رايح. وبعدين بقى ومصالحنا لجوه المجموعه؟ مصالحك انت وابنك في امان ما تخافيش عليها. سعد بيه جمعنا كلنا وعمل لنا بالونه اختبار هيحطنا قدامه عشان يتفرج علينا ويشوف رد فعلنا ايه. دي مواجهه هنهرب منها النهارده هنهرب منها بكره هنلاقيها برضو في وشنا عشان كده لازم نروح بكره. حط في بالك احنا ولا رايحين نتحدى حد ولا نقف قدام حد. امال اللي عمله معايا ده تسميه ايه؟ هو مش عايز اكتر من كده، عايز يشوفك فاشل في شغلك وعشان كده انت لازم تقف على رجليك، لازم تثبت له العكس. هو جامعنا بكره علشان يتفرج علينا ويشوف رد فعلنا ايه. لازم نروح واحنا واثقين من نفسنا والابتسامه ماليه وشوشنا، واذا سال على اي حاجه لازم ناخد وقتنا كويس قوي عشان نقدر نرد باللي فيه مصلحتنا. عشان خاطر يا باسم ارجوك ما تاخدش المسائل على اعصابك، انا بموت لما بلقاك متضايق. مساء الخير. ولزومه ايه ده كله؟ ما تسمع الكلام وتهدي اللعب. واحنا خايفين من ايه؟ اذا كان هو اللي جه لحد هنا عشان يعتذر لك ورجع لك اموالك وعايز يفتح صفحه جديده. ايوه ده ادعى بقى انك تخافي منه. هو بدا بالسلام لكن لو استمريتي في عندك معاه ما تعرفيش هيعمل معاك ايه تاني. فريد انا مش عايز الخوف هو اللي يسيطر عليا. حاضر اهدي اهدي. الو ايوه يا فندم، تحبي نبلغها حاجة؟ حاضر مع السلامة. سعد الدالي بيبلغك عن طريق السكرتارية إن بكرة في اجتماع مجلس إدارة في مقر المجموعة